الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. طيب، إلى الإبان بن بطة، لأن الوقت نرس بعد الفجر حتى الإبان بن بطة. أما الإبان بن بطة وصلنا إلى القرآن والسنة صنعا لا انفكان. شدة حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التمسك بالسنة وتعظيم السنة، لا سيما أن الله تعالى قد أمر بتعظيم السنة، حيث قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. صحيح يا شيماء، هذا صحيح، قربت الإجابة الصحيحة. طيب، يبقى إذن هنا قال الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى علامة محبة الله في علاه اتباع النبي. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقد جعل الله جل في نعم وكان ربك بصيرا. نعم، أنا قلت هذا شيء. الله أكبر، الله يرضى عنكم يا رب. أنا أسعد جدا بالإجابات السديدة. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. قلت ليكم فوق. الله أكبر، رضي الله عنك أزول، ما رأيتها والله، سامحني، أنا آسف. نعمة نعمة طالب العلم الذي يجتهد، وإن أخطأ فهو مرفوع الهامة. وقال الله تعالى: وما كان المؤمن. نعم صحيح، قال وتلد. ممتاز ممتاز، الله يرضى عنك أزول. صحيح، قلت لك الأك ما وراءها ما وراءها. قال الله تعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لذلك كان الصحابة الكرام من أحرص الناس على التمسك بالسنة وتعظيم السنة والعمل بها. لما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمرهم بالمتعة، قالوا: أبو بكر كان ينهى عن ذلك، وعمر ينهى. شوف من وزير رسول الله، السمع والبصر. قام ابن عباس مغضبا قال: أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولذلك لما قال أبو هريرة لابن عباس أن النبي كان يتوضأ من ممسة النار، قال: انظر ما تقول، الحفظ خوان، قريبا تقول نتوضأ من الحميم. قال: يا ابن أخي، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، انظر إلى تعظيم ذلك. الحديث جاء هنا في حديث خالد بن عبد الله، أو خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، قال: جاء الحسن فجلس إليه فتحدث، فقال أبو سلمة، هنا الآن قال أبو سلمة، أبو سلمة ينقل عن أبي هريرة، أبو سلمة جلس مجلس البصرة وجاءه الحسن البصري، فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. قام الحسن، انظر بقى هنا إلى 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 العقل أمام النقل. فقال الحسن: ما ذنبهما؟ فقال: إني أحدثك عن رسول الله. فسكت الحسن. الله أكبر على هذا التعظيم. يعني للحظة للحظة قال إن رسول الله قال: الشمس والقمر يكوران في نار جهنم. فماذا حدث؟ قال له الحسن: وما ذنبهما؟ يعبدان من دون الله، ما ذنبهما؟ حبك الله حسن في ربنا يرضى عنك. فقال له الحسن البصري، قال أبو سلمة الحسن: إني أحدثك عن رسول الله. يعني لا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت. فقال: إني أحدثك عن رسول الله. فسكت الحسن. يا الله، انظر إلى تمام الانقياد، وانظر إلى التعظيم، تعظيم النبي العدنان وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة وعند الحسن. قال: إني أحدثك عن رسول الله. فسكت تعظيما تعظيما له. فلذلك لابد أن تعلم أن تعظيم السنن كان من دأبهم. ولذلك لما قام أعتقد نعم عبد الله بن المغفل، عندما مر على قريب له يحذف بالحصى، قال له: لا تحذف، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ العين أو يكسر السن، يعني في مضرة
وليس فيه ثمة فائدة. فتركهم، فلما مر عليه في اليوم التالي ورده يحذف، قال: أقول لك إن النبي نهى عن ذلك وأنت تحذف. ثم قال له: ما والله ما كلمتك ما حييت، ما كلمتك ما حييت. وهذا أمر جلل، حتى كان ربك بصيرا تأتينا بمثل عظيم جزاه الله خيرا، وهو تقبيل الحجر. أن عمر بن الخطاب لما طاف وقب الحجر قال: أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، وإني رأيت رسول الله يقبلك فأنا أقبلك. تعظيما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة عظيمة جدا عند هؤلاء، لكن انظر هنا إلى عظم ما كان من الحسن عندما قال له أبو سلمة: إني أحدثك عن رسول الله. أما عمر ابن عبد الله بن عمر فحدث ولا حرج، على شدة التحري والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآثاره وأفعاله، وكان ينزل في المكان الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لعل القدم تأتي على القدم. فالتمسك بالسنة نجاة، ولا ترد رفيعا متقنا عالما راسخا ليس له باع في السنة والتمسك بالسنة. حدث نافع أنه كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها، ثم صب في أصلها إداوة ماء، وإن لم تكن إلا تلك الإداوة. وقال نافع: لأنه رأى النبي يفعل ذلك، يصب إداوة ماء فصب كما صب النبي. أعجب من العجب. فقط يريد أمام الله أن يتمثل بهيئة النبي، يتمثل بهيئة النبي، هذا الذي أراده. وإذا قال نافع: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، حتى أن النبي نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس، ويجلس تحتها كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. وقال مجاهد: شوف انظر إلى شدة التحري، ولذلك نقول هذا حتى تعلم الدنيا بأسرها أننا لا نتحرك إلا بسنة، ولا نعمل إلا بسنة، ولا نأخذ إلا ما كانت السنة من السنة. قال هنا: قال مجاهد: كنا مع ابن عمر في سفر فمر فما كان بمكان فحاد عنه، فسئل: لما فعلت؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلته. لما سئل على الصبغ بالصفاء بالأصفر قال: رأيت رسول الله يفعله. ولما سئل عن النعال السبتية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه. ما من شيء يسأل عنه لما فعلت ذلك إلا ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلته. طبعا الإمام أحمد، نعم، كما قال الأخ الفاضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، قام أحمد واحتجم عند الحجام وأعطاه دينارا. يتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عاصم الأحول قال: كان ابن عمر إذا رؤيا في طريق كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل له إن النبي لصق بالحائط لصق، التصق بالحائط يلتصق، يريد الهيئة تكون كالهيئة، وإن قيل له قعد قعد، وإن قيل له مشى مشى. لا غر ولا عجب، لما سأله اليمني عن الطواف والتقبيل قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر فأنا أقبله. قال له: أرأيت إن زحمني الناس وجدت زحاما ما أفعل؟ قال له: رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال: أرأيت إن دفعني الناس؟ قال: رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال: أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال: يا هذا اجعل أرأيت لك، أرأيت اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل الحجر فسأقبله، فسأقبله. ولذلك أبو بكر تعنت فرائصه عندما قيل له بجمع القرآن، قال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الأمر بحر شديد، لكن حتى لا أطيل الآن الدرس بعد الفجر نجعله صباحا، أختم بكلمة الشيخ ابن بطة عندما نقل بعض الأثار عن عمر، وما زال المسألة تكون بعيدة، سأبين أيضا صراحة، سأهتبلها فرصة وأتكلم على المتمذهبة الذين يعظمون المذهب ولا يعظمون السنة، عندما يقال لهم قال رسول الله
يقولون علماء المذهب أعلم بقول رسول الله منك، وهذه لابد أن تكون، فأهتبلها فرصة الآن بما نقل عن ابن عمر وعن غيره، ونبين كيف الخطر العظيم الداهم عند من يتمثل ويقول المذهب يقدم على السنة، وهذا غلو في التمذهب، وإلا فنحن نقول به ونقول لن يفهم ويعقل أحد الفقه إلا عن طريق مذهب، لكن بتعظيم السنة لا بتعظيم المذهب على السنة كما سنبين. قال الشيخ ابن بطة، قال والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين. شوف قالوا له التصق بالحائط، التصق، الناس يقولون ما الذي يفعله ابن عمر، ما هذا، لما يلتصق بالحائط؟ قالوا علم أن النبي التصق بالحائط فالتصق بالحائط. يسر الله لكم وأحسن الله عليكم وأعطاكم فوق سؤلكم. والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهتدين الراشدين المرشدين، الذين من اقتفى الراشدين المرشدين الذين من اقتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى، ومن تفيأ بظلهم لم يظمأ ولم يضحى، ومن خلفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء. فنعوذ بالله من الشقاوة والعمى ومن الضلالة بعد الهدى. التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة، ولذلك قال الزهري السنة سفينة النجاة. اركب معنا حتى تفوز، حتى تحوز، حتى ترتقي. وقالوا عندما قال لهم ابن مسعود، انظر إلى فقه الصحابة، عندما قال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب الضلالة، مع أن الرجل ما أبعد، بل قال سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ما هو إلا الذكر زيادة الخير خيرات. قالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. شوف إيش قال، قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. المسألة هل قال هل فعل، سمعنا وأطعنا، هذا هو حقا. وأنا معك فيما قلت أبا أنس، حقا كثير من الشباب المحسوبين على السلفية يعظمون شيئا أكثر من تعظيم السنة، والله قد نلت من ذلك ويلات ثم ويلات، وحاربت ذلك بكل ما أملك. لذلك هم يعني ينظرون لي محبة، ولكنهم إن انفردوا بي قتلا لقتلوني دون أن يكبروا علي، لكني لا أعظم أحدا فوق السنة. والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أعظم الناس تمسكا بالسنة، ومن أسرع الناس سمعا وطاعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.